بتبلش فيه بكل الكوست من دي 1 فور. صحيح صحيح، كل الاجراءات من اكل هي بتكون مطبقه على كل الناس، ما في شيء اسمه ممنوع تطلعي بشيء جديد، لانه مثلا وزاره الصناعه والتجاره هذا مش موجود عندنا قانون. يعني لا مش موجود الغايه تقعد تفاوضي على الغايه، لانه الموظف اللي تبع الغايات مش مستعد يضيف غايه ومش مستعد يشرح عليهم. فانه انت بتقعد يا اما بتسجل شركتك بغايه اخرى، لانه هاي الغايه او شيء غريب او شيء بسيط عليها، لانه ممكن غايه واحده يكون منها اربع خمس وزارات، يعني موافقة اربع خمس وزارات. لكن الناس اللي سجلوا شركات فاهمين هاي النقطه، كيف انه بكون انت فكرتك شيء معين وشيء جديد، لما بتروح بتسجل في وزاره الصناعه والتجاره بخلوك تغيرها او تكون تتفحى ولا ما بتكونش يعني اكزاكتلي هي. يعني اهلا وسهلا استاذ، شرفتينا، تفضلي. مي مي شريك مؤسس بشركة تكنولوجيا الذكية للجودة والتسجيل، هي شركة سوفت وير، وكان تركيزنا نبني برودكت بيساعد التستر سوفت وير تستر على انه يحط البرمجيات بطريقة آلية أفضل الموجودة حاليا. الشركة حاليا تحت التصفية، وهذا بودينا السؤال الثاني اللي سألتوه، انه ايش العقبات والعوائق اللي تواجه الستارت اب؟ ايش العقبات اللي كانت 100% يعني تمويل بعد ما طلعت من التجربة يعني فأي طبعا اللي حكوا رجعوا سندس. كانت تجربة بهذا الموضوع، موضوع تفكيرهم عن جد ما عندهم روح يعني انهم ياخذوا مخاطر كفايه، ولما بدهم يدخلوا معك بتضطروا كثير استعادة، صارت معنا يدخلوا 70% لإلهم و 30% لإلنا، او يكون الفند كثير قليل بالنسبه للمجتمع، فهي راس المال اللي مطلوب. طبعا الاجراءات برضه اللي زي ما حكيت سندس طبعا حكوميه او بعدين اداريه مش كثير واضحه، بس صراحه كمان في من جهه الستارت ابس انهم بدوروش مرات كفايه على الاجراءات، شيء فيش مكان موحد انهم يدوروا. في تحدي احنا واجهناه كثير بصراحه، اللي هو موضوع انه نلاقي كفاءات مناسبه نحكي عنه، يعني برايي الرواتب كويسه بصراحه، فاعتمدنا فعلا منيح على الفريلانسرز، وما كانش كثير تجربه معنا سهله بهذا الاطار. كان في عندنا مشكله عدم تفرغ كفايه، وكان عندنا مشكله التمويل بطبيعه الحال. بس بفترض انه الشخص اللي بده ينشئ مشروع لازم يكون خلينا نحكي متفرغ، يعني 70 80% شو صار لنا تفرغ؟ طلع لك احنا بس لقينا المعادله بالاخر مش عم تضبط معنا خاصة أولها يعني خسارة أو في الشباب أو كذا، بيكون في خطر كثير. ممتاز. هاي مشكلة بشكل عام. أكثر من مشكلة. أكثر من مشكلة. أكثر من مشكلة. طيب كويس يا جماعة، إن شاء الله فيكم مساعدين. عشان غير البنات مش كلهم يعني تقريبا. ممتاز، أهلا وسهلا، نورتينا يا ميم. آلاء، طبعا ما شاء الله غنية عن تعريف آلاء، بس احنا برضه بنحب نسمع منك يعني عن مسيرتك العظيمة والجميلة. طبعا انا صاحبة شركة مسمو، طبعا من اوائل الناس اللي انشئوا شركات ريادية. طبعا احنا آلاء وعلاء معروفين اثنين يعني معروفين. ايوه احنا مجال آلاء سلمان، الشركة هي مسموع، انا شريك مؤسس لمسموع للمعرفة الصوتية، شركة تختص بإنتاج ونشر الكتب العربية الصوتية. الأكلة المفضلة مفتول، في مفتول يعني هذا الصعب يعني صراحه. المشاكل اللي بتواجه تحديات اضافه لكل اللي حكوا، انا بوافق بمشغله التمويل هي النمبر 1 والاجراءات والاعفاءات والضرائب والقصص، بس في نقطتين كمان بضيفهم اللي هي التحول من انك تكون موظف او تكون طالب لتصير صاحب شركة. المعلومات والخبرات هاي يعني عند نسبة كبيرة من الرياضيين مش موجودة، بدها شغل كتير، بدها معرفة كتير، قراءة كتير، علم كتير، ومهارات كتير. الإشي الثاني اللي هو التسويق، أو اللي هي بالأحرى تحديد السوق بالظبط اللي بدها، الفئة المستهدفة اللي أنت بدك، وإنك كيف تسوقها، إنك تسوق المنتج تبعك بالطريق الصح. وممكن اضيف شغله ثالثه اللي هي الموظفين، بعرف اذا حكوها، انه ما في عندنا الكفاءات المناسبه، يعني يا تكون بروفيشنال وسعر كثير يعني والراتب كثير عالي، او تكون فريش جراد وما عندوش اي معرفه ولا اي شيء. فهذول اكثر. ممتاز ممتاز، يعني اشكرك انا والوضع بين اكل البنات اشاركك. يلا بلشنا من الخير على المطار ان شاء الله. على اكمل طبعا الصوره كامله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي علاء سليمان، بدي اعرف حالي اني ريادي.
شحنتي شريك مؤسس وبرضه مدرب ومرشد في مجال رياده الاعمال. تساليني وانا جوعان صايم شو اكل؟ باكل خروف بالجاعد. لا بحب المنسف انا. لا ممكن عن احكي عن ايش اللي تحديات بتواجه الشخص الريادي اللي نحكيه او الشركات الناشئه؟ انا برايي اهم تحدي بواجه الشركات الناشئه في الاردن والرياديين في الاردن هو السوق. يا اما عدم وجود السوق يا اما عدم معرفه السوق. يعني مرات بكون عندنا فكره رائعه وبكون عندنا يعني مومنتم او يعني جهد وشغف للفكره والتنفيذ ويعني يمكن يسهروا الليالي وحتى يلاقوا استثمار بس في الاخر ما تشتغل. في الاخر اذا ما في سوق ما في نجاح لاي شركه. وتعليقا على شغله الخليج لانه في سوق وشيء طبيعي كمستثمر انه فكر بالاستثمار انه بده يربح. يعني انا بتفهم اي مستثمر بيستثمر نفس الفكره والشركه في الخليج ما بيستثمر فيها بالاردن لانه هناك في سوق هون موجود. وثاني شيء ثاني تحدي بحسه للريادي اللي هي النجاح الزائف. انه احنا عشان نجداد على الرياده عم بتسلط الضوء كثير على الرياديين وشركاتهم وبنكتب عنهم مقالات ولقاءات في التلفزيون بس هذا نجاح مزيف اذا ما عن جد لقى السوق وباع. يعني الكاستمر ما استمر يعني كان يكون قادر انه يستمر. انا برايي يعني النجاح الوحيد هو بعيون الزبائن. يعني الانسان اللي بنجح بعيون زباينه هو الشركه الناجحه اللي بتنجح بعيون زباينها اللي هاي بتقودنا للايزا. لازم تشتري اعلان اليوم. ف شو بالنسبه للجوده؟ انا بعتقد للاسف لساتنا احنا ما وصلنا لمرحله تقدير الجوده. الشركات الكبيره تتعامل مع شركات كبيره اضمن لها واقل يعني مخاطرة مع انه ممكن يكون في شركات صغيرة اعلى بالجودة ما عندها ايش تثبت انها هي اعلى من الجودة فبجوز الايزو يساعد ممكن يعني كل كسلاح طبعا على للي بلاقي السوق تبعه والكاستمر تبعه بده الايزو هي تمام. اوكي تمام شكرا على على شكرا استاذ ابراهيم. الله يحفظك. اسمي ابراهيم. انا عندي شركه اسمها ايكيكاي تكنولوجي بشتغل كونسلتيشن للستارت ابس تكنولوجي كونسلتيشن وشريك بشركه اسمها فلنشر. هلا الاكل اللي بحبها ادري يعني بدي حواليها هلا يعني اخواني واخواتي هنا ما خلوش شيء الا حبوب مشاكل. لا اكيد لازم نلاقيها. بس انا راح احكي لكم نقاط سريعه عن المشاكل اللي عرفتها. اول مشكله واحده مشاكل التسجيل ومشاكل هذا الشيء اسمه الايزك اللي هو في ايزك 4 وايزك 3 الشيء ده هيئه تشغيل استثمار شيء تابع ذات ضريبه وكيف احنا بنكتب فواتيرنا عشان تصير مقبوله بالضريبه. هاي اول شيء الميزانيات هاي ليش تحكي الميزانيات؟ هاي بس جزئية عشان يفكوا الفواتير عشان احنا ناخذ الاعتقاد. بس هاي واحدة منهم. تسكير الشركة يعني أنا بقدر أشارك رحلة سنة ونص بتسكير شركة واحدة. بتسجل بسرعة فيهم. تسكير؟ ندفع كل شيء. مش إنه بس الحكومة، السبب الحكومة جزء والريجيوليشن زي. السبب الثاني الناس هنا أخلاقها كثير ضعيفة. يعني سيئة جدا من ناحية الالتزام بالوقت، من ناحية الالتزام بالكلام والبروفيشناليتي بتأديه الخدمة المطلوبة منها، خصوصا واحد لما بده يسكر شركة بيعطي توكيل كامل لشخص وبحط رقبته عنده عشان يسكر الشركة. هلا من ناحية شو المشاكل اللي بنشوفها اللي بتفق مع أخونا علاء اللي هو السوق. يعني هذه كلها المشاكل اللي احنا بنحطها بالاخير محدوده، هي موجوده في عندنا هون في برا في برا مشاكل، بالاخير ريجيوليشن دور هاي اللي علي عقلي. سو في طريقه نلفها وجاها زي ما هي مش بس اهم شيء البيع.
واللي هي انا بسمي عندي بحكيها الفاليو بروبوزيشن، ايش الشيء اللي انا بقدمه بخلي الزبون تبعي يكون كثير مبسوط من ناحيه كواليتي، من ناحيه الخدمه نفسها، من ناحيه التأمين تبعتها. فيعني هي كنظره ايش الايجابي، شو الشغله الوحيده كستارت اب، انا ايش ايش المشكله اللي بحلها وايش الشيء اللي بقدمه. بعديها انا بشوف انه الايزو لازم تيجي تعطي تخلي الكونسستنسي بالتقديم. يعني انا اذا بدي اقدم خدمه عشان كيف احنا ناخذ مثال يكون حدات جوجل مثلا بيفتح تكون الناس عليه بعدين بيضلوا بعدين خلص بسكر بيضلوا حدا يبغى حدا يكون ما في كونسستنسي بالخدمه اللي بيتكمل فيها. اشكرك عندك ما شاء الله كم الخبرات. يعني احنا فعلا اليوم خلاصه انا حاسس لخبرات سنوات في موضوع رياده الشركات الناشئه. بس فيكم شرفتونا ابراهيم، راح تاخذها هاي بشكل خبره المعتبره. أنا اسمي فارغ نجم، عضو هيئة تدريس في مجموعة مؤسسة التعليم وطالب دكتوراه في إدارة الأعمال، عضو مؤسسة الجمعية الأردنية لإدارة الأعمال، دكتور ليث ودكتور حمدي. يمكن شوي حاليا أنا عم بدرس الصراحة بعد الحادث، بعيد شوي عن البروجيكت اللي فيه. بديش أحكي كلام أكاديمي ونظري لأنه التحديات يعني ما خرجت عن الكلام كثيرا. بس انا كنت كثير حابب اسمع من الناس زملائنا اللي عندهم شركات كثير عن من الواقع اكثر من بيحكي من دراسات وابحاث نظريه ممكن تكون مش من داخل السوق الاردني. بس ممكن اني احكي شغله مع قراءاتي وابحاثي يعني على هذا الموضوع، انه اكثر شيء بتواجه الشركات الناشئه او الناس اللي عندهم اعمال رياضيه اللي يمكن تكون الشعار الحكومي اللي ما بيساعدهم انهم يساعدوا او يكون عندهم خلينا نسميها استمرارية في عملهم او طرحهم او تعطيهم حتى فرصة انهم يتقدموا الى الامام او يحصلوا على التمويل او انه يعني يكون في عندهم مجال انهم يدخلوا في السوق بشكل كبير. بالنسبة للاكل اي شيء ذاتي انا بقول لك بس انا عارفه يعني ما شاء الله لموضوع الايزو، الايزو يعني خلينا نسميها متطلب لكل حد حاب يقدم قيمه مضافه جديده او جيده لزبائنه، يعني كل واحد بيشوف الثاني في المعرض تبعه وعنده ايضا كمان قيمه حاب انه يقدمها. الايزو ممكن تكون اللي هي ترتب له البروسيس، كيف انه يضل مستمر في عمله زي ما تفضل زميلنا، انه انت بتفتح محل الناس تروح عليه بعدين بنزل. لا، الايزو بتخليك يكون عندك انت استمراريه على المدى الطويل. بس بدناش نحكي اكثر عشان حابين نسمع من المفيد يعني انه خذ المستمع طول لسان التكلم. نورتنا يا فادي، نورتنا، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا دكتور ليث. خذ راحتك يعني بيت بيتكم يا جماعه، اللي حابب يتحرك حابب يعمل اي شيء. دكتور ليث تفضل. الله يعطيك العافيه اول شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا دكتور ليث لقيه ورئيس الجمعيه الاردنيه لرياده الاعمال وعضو هيئه التدريس في كليه الدراسات العليا وكليه الاتصال والعلوم الاداريه في جامعه الزرقاء. بالنسبه نبدا بالاكل ولا احكي لنا شو الاكل عشان يعني بالنسبه للاكل المأساه يعني احنا ما فيش بالضبط. بالنسبه للمشاكل اتوقع حكم في الكفايه بالمشاكل من ناحيه التمويلات، وفي امر اخر احنا لاحظناه في السوق او من واقع استشاراتنا مع الشركات وتدريباتنا في اغلب الجهات الحكوميه سواء كانت الامنيه او على القطاع العام بشكل عام وبعض الشركات الخاصه، انه في عندنا تعدد الجهات المانحه للمؤسسات او للشركات في حال تقديم بروبوزالات للمشاريع. هذا الامر سبب ارباك لبعض الشباب سواء على النطاق الفردي او على النطاق المؤسسي الموجود، هذا لمسناه بشكل كبير. العائق الحكومي عليه عبء كبير صراحه في عدم تنظيم الامور الموجوده، سهوله التسجيل واضح مباشر، ولكن زي ما تحدث الاخوان يعني والاخوات في عمليه الاغلاق والانسحاب وايضا ضبط المعاملات، يعني في عندنا اجراءات معقده ما لها داعي. اجراءات فعليا يعني اذا ما كان لك معرفه او ما كان لك خلينا نحكي مدخل ما بتمشي امورك، وهذا شيء واضح. نحن بالمرحله القادمه وكلنا امل فيها تكون الامور مختلفه او تغيير في عمليه النهج الموجود للامانه. بالنسبه طبعا الماليه، الامور الماليه واضحه جدا. الكفاءات ممكن انا يعني اتوافق معك في بعض الامور، ممكن اتعارض معك في بعض الامور. بعض الامور الموجوده كنا نعلن عن وظائف عن طريق اصدقائنا في شركات تدريب كمنسقات تدريب شباب او صبايا،
تيجي الساعة 12 واحد تقول لك بروح أنا ما عمي خلص بكفي أو أطلع أنا بدي أمشي أمور تقول هذا الدوام مثلا في المرحلة الأولى تكتسبي خبرة أو أنت فريش جراديويت سواء شاب أو ذكر يعني إحنا صحيح ننقذ بشكل كبير الجهات الحكومية أو النظام الدولة في بعض الأمور الموجودة ولكن كمان في علينا جزئية لأمانة في علينا عملية تحمل ضغوطات العمل خصوصا بالمرحلة الأولى يعني ما أتوقع وصلنا إحنا من باب بلاش في بعض المراحل وما أعطينا تدريبات أو استشارات أو في أمور إلا لما وصلنا لمراحل معينة ففي بعض الشباب في بعض الشباب فعليا عليهم عدم في عملية عدم تحمل النفس الموجودة الجودة أنا أرى عملية الجودة في عملية رضا الزبون الآيزو لن أتحدث عنه الآن لما بعد الجودة أول شيء نوصل للجودة لنتحدث عن الأمر الآخر الآيزو وما آلاته شكرا لكم الله يعطيكم العافية طبعا اليوم يعني إن شاء الله يكون في عندنا رأيين رأي أكاديمي في عندنا كذا أكاديمي عندنا موجودين اليوم تمام ورأي اللي خلينا نحكي خبرة فيعني اثنين مهمين لازم يمشوا بنفس المسار شو بنعطي للطلاب شو بندرس للطلاب بنفس الوقت شو على أرض الواقع دكتور بايثم منورنا اليوم أهلا وسهلا فيك طبعا أنا عضو في جمعية ريادة الأعمال والإرشاد طبعا إن شاء الله نكون ناس مؤسسين والمؤثرين بإذن الله فيهم نكمل مع دكتور إبراهيم بس أنا أستسمحكم يعني بدنا نحدد الوقت شوي عشان نمشي تمام يعني دقيقتين دقيقتين سريعة تمام تفضل دكتور مساء الخير مساء الخير وعامتكم بخير بالنسبة للوطن الكريم جلسة جميلة بالأمانة زي ما تحدث أخوي فادي من شوي إحنا بنكمل أكاديميا الخبرات اللي بنمر فيها زملائنا في تأسيس المشروعات بنستفيد من خبرتهم على أرض الواقع بنحاول نعكس هذه الخبرات أو التجارب الفشل أو النجاح نعكسه على أرض الواقع أمام الطلاب القضية المهمة في هذا الموضوع إنه نحاول نشخص ما هي أسباب تعثر المشروعات الصغيرة أو الريادية جنراً أعتقد إنه الرهان على الربح السريع بالدرجة الأولى هو واحد من أسباب الفشل ما عندنا نفس طويل للرهان على مشروعاتنا اللي إحنا بنتبناها اليوم بنحقق الربح على المدى البعيد ولذلك مجرد التفكير بالحصول على رأس مال مباشرة بيخطر في بالنا إنه طيب رأس مال بدي أستثمره اليوم بعد كم بدي أرجع هي العمل هي أول وصفة القضية الأخرى مهمة إنه زي ما ذكروا زملائنا اتفق معهم وهذا الحكي تحدثنا عنه في عدة جلسات ليس ضعف التمويل وإنما ندرة التمويل نعم المؤسسات على ما أعتقد المؤسسات الإدخار مصطلحات طبعا المعلمية وقداش للأمانة أعتقد أنه يمكن في عندنا 32 جهة ما بين مؤسسات مدنية وما بين مؤسسات حكومية وما بين هيئات دولية أعتقد 32 هيئة الأسئلة التمويل اللي تروح على مؤسسة دولية وليست مؤسسة محلية للأمانة يمكن خوفهم بأنه هذا المشروع الريادي يتلمس خطوات في الطريق ومجرد الحصول على رأس المال وليس كثير في استفادة رأس المال ممكن لكن برضو ما عندنا مؤسسات تدعمنا بالفكرة أو تؤمن معنا بالفكرة كرياديين للأسف بالنسبة لي أنا ما عرفت بنفسي أنا محاضر في جامعة الزرقاء عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال ممثل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مجلس أمانة الجودة وأنا أعمل على الآيزو وقبل سنتين حصلت لكلية الاقتصاد شهادة الآيزو 9001 بجهد تعاون طبعا محاضر في مادة الريادة وإدارة المشروعات الصغيرة أكثر من 5 سنوات ومحكي المشروعات الصغيرة وعملت في مدير 5 سنوات على تحكيم المشروعات الريادية أتمنى لكم التوفيق والنجاح جميعا إن شاء الله طبعا احنا اخترنا لكم مش اي ناس يعني كلكم مميزين صراحه يعني اليوم كانت بالاسم يعني الدعوه صراحه كانت بالاسم يعني صح كانت ايفنت وشغلنا عليه بس يعني التليفونات كانت انه فعلا بدنا ناس معينين يجوا لانه يعني في هدف وان شاء الله بنمشي عليه باذن الله بالنسبه للاكل ايوه لو انا حكيت كان جاهز مالك اذا ما اهلا وسهلا فيك طبعا الناس اللي اجوا اليوم جداد احنا عم نتعرف طبعا دكتوره لينا والدكتور حمزه اهلا وسهلا حازم اهلا وسهلا فيك الناس اللي جداد اهلا وسهلا فيهم هلا بنتعرف عليهم ان شاء الله تفضلي سكرية انا صفاء سكريه عندي شركه اسمها مجموعه صفاء للصيانه الصحيه المنزليه في كادر نسائي طبعا بالسباكه بنشتغل تحديدا السباكه؟ اي نعم حاليا يعني ما شاء الله في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله كل العاملات عندي كلهم ستات وكله هلا عم تعمل مجموعه طبعا انا ستارت اب شمال ستارت ما شاء الله ممتاز طبعا احنا في عندنا مجموعه شمال ستارت يا جماعه من قبل فيعني
أهلا وسهلا أهلا بكم طبعا. أهلا فيك. طبعا إحنا شركتنا بإرباد. طبعا أنا في لي تحدي كبير إني أنا فاتحة الشركة تقريبا من 3 سنين لكن أنا ما لي رخصة. الناس كلها تعرف إني مرخصة بس هذا اعتراف أنا لسه ما قررت أصلا. لأنه هذا تحدي. ما رخصيش. لا تحدي. لا إحنا مرضيانين. هنا مرضيانين. هنا مرضيانين رخصة. يعني مو أنا ما بدي أنا رحت. برضو نرجع موضوع الإجراءات الحكومية وحاولت كتير كونا نساء أنا عملوا للدكتورة مدرسة نحن كونا نساء كان تحدي لأنه أنا لازم يكون معنا رجل حتى نخلص لأنه نحن منشآت فما في ترشيح لمنشآت نساء فهلأ السنة إن شاء الله بنجديد إنه صار فيه فإن شاء الله يكون هاي من تحدي لأنه غير تحديات اللي حكوها الزملاء يعني كلياتهم كأنه حطوا إيديهم على الوجع فما حدا قصر بالتحدي فما لي حابة إني عيد لا ما شاء الله عليك يعني أنا دائما بحكي للناس اللي بدربهم أو بقابلهم أو طلابي إنه دائما في المرحلة الأولى ما ترخص ما تدخل بشباك الهيئات الحكومية والإجراءات الحكومية أجلي شوي لحد ما تختبر السوق معلش لحد ما تختبر السوق وتشوف زباينك وتشوف فعلا إنه في عندك بيع وتقوى شوي وتحط قاعدة أساسية منيحة بعد هيك استمر ما في مشكلة لا أبدا الموضوع يعني ما لا إحنا عرفنا الصلاحية يعني الحمد لله سنتين منحكى عم نجرب نفس في علينا طلاب وعلينا ما شاء الله بس المشكله انه ما في مجموعه في عندنا حتى جديد هو ثقافه البيت طبعا انا لسه بدي احكي لك هاي الفكره ترى انا سمعتها من كثير ناس ومن كثير بنات انه يكون في خلينا نحكي شركه صيانه بنات او عاملات مهن بنات بس مش دائما بتلاقي الفكره على ارض الواقع يعني افكار متراوده وموجوده عند كذا حد بس لما حد بيجي زيك مثلا فعلا بتطبقها هون بتكون المختلف وبالامانه انتوا اثر بصراحه دائما سقاطين كنت اسمع عن فكره اللي هي كراج بناتي او ميكانيك بناتي اهل البيت كانوا اول ناس راح عملوا هيك فيعني تحيه لكم بصراحه اهلا وسهلا فيك شو بدك تحكي شيء كمان؟ لا أكل 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 احنا عندنا مشروع اسمه درجة ايلوتية انا شريك مؤسس فيه هلا مشروعنا هو التحكم عبر التحكم عن بعد من خلال تقنية انترنت الاشياء احنا بنصمم الدوائر الالكترونية والبلوكس بيكون فيها حساسات تتحكم فيها عن بعد عن طريق التطبيق اللي احنا بنعمله اسمه درجة ايلوتية بس الفرق انه انت ما بتكتب برمجة بس كل اللي عليك سحبه اضافة طبعا جماعة شمال استرتك مش عارف بحس من هيك عباقرة زيادة ما بعرف بعملوا مشاريع هيك خرافية يعني صراحة وأفكار غريبة هلا ايش المشاكل اللي بنواجهها هلا انا وشريكي شريكي سوري وانا اردنيه اكثر شيء التسجيل لانه لازم يكون مستثمر علشان يسجل بيكون معه حساب 50,000 دولار هاي اكثر مشكله بنواجهها الاكل اللي بحبه انه يكون اي شيء نباتي طيب انا اعتقد يعني على فكره لسه بعرف ان انت اهلا وسهلا فيك نورتينا دكتوره لينا من الصلب طبعا من الصلب اهلا وسهلا السلام عليكم مساء الخير جميعا شرف لي كثير اني اكون اليوم معكم انا مش عارف شو السؤال جاوب عليه احنا بدنا نتعرف على بعض ونشوف شو الشغل وشو الجهه ايش المشاكل اللي بتواجهها او التحديات اللي بتواجهها الشركات الناشئه في بدايه طلعتها يعني طيب انا من رشيد قصتي مع الانوفيشن او مع الرياده خلينا نحكي بلشت قبل ما اكون دكتوره انا كنت حاطه على درجه الماجستير في الزراعه خلينا نقول سبيسيفيكلي بيولوجيكال كنترول ما بامن بالمبيدات ما بامن بالكيميكلز كنت مؤمنه بشكل كبير جدا بالاورجانيك فارمينج والاورجانيك برودكت اشتغلت في جامعة البلقاء مدة سنتين على هذا التخصص المجتمع كان رافض التخصص ما بعثوا أولادهم يدرسوا فسكروا التخصص بالجامعة أحبطت لأن كنت كتير يعني انترستد في هذا الشيء وبنفس الوقت كنت أنا متطوعة مع إنجاز فكنت بقنع الطلاب إنهم يكونوا رياديين ويكونوا مبادرين ويصنعوا فرص عملهم بذاتهم وما يستنوا الوظيفة فلما تسكر التخصص اللي انا كنت احبه كثير في الجامعه ومع محاولات يعني كبيره باقناع رئاسه الجامعه بالغائه لكنهم رفضوا لانه ما في عليه عقل شخص معين
ليش ما انا اروح اسس مزرعه غضبيه؟ طبعا ما في معي فلوس عشان اسس هاي المشكله عظمى طبعا. فصارت الفكره انه هل في اثر للمشاريع الصغيره في تنميه المجتمعات؟ يعني فكرتي بلشت من دراسه لهذا الموضوع من خلال الجامعه، ووجدت انه في كثير ناس بتشتغل كمشاريع صغيره لكن ما في لا دعم ولا حتى استراتيجيه معينه لتطوير هاي المشاريع، فبتصفي مشاريع يعني او لا ترقى حتى نحكي عنها مشاريع. حاولت اني اربط الشيء اللي كنت اخذه في انجاز مع الفكره تبعتي، فكان اسهل طريقه حتى انه نمشي ليجل انه ناسس جمعيه، فكان هذا السبب في وراء تاسيس جمعيه اللي هي اسمها جمعيه ريناس بعمان. يعني رجتين جماعه كويسين ممتازين وبياعين ببيعوا جمعيه ريناس بياعين صراحه يعني بياعين حكيوا بياعين صراحه منتجات. صدقا يعني بلشنا الفكره من نصفها، يعني ما قدرنا نبلش من نصف نبلش اورجانيك، بلشنا انه طب اوكي بدنا نحكي بالناتشرال فودز والناتشرال برودكتس، نشتري الشيء اللي موجود عندنا في السوق ونحاول نصنعه بطريقه طبيعيه بدون اي كيميكلز اور اديتيفز. عملنا معمل صغير، كل التحديات اللي حكيتوها واجهناها ويمكن في بعض الاشياء كمان كانت اكثر. الان السنه هاي لنا 10 سنوات. كان حلم في يعني بالضبط 25/7/2008 كنت في جلسة بقنع فيها زميلاتي المهندسات الزراعيات العاطلات عن العمل انه تعالوا نعمل هيك شغلة. اليوم بفضل الله بعد 10 سنوات حصلنا على الايزو، عندنا 3 مشاريع بفضل الله ناجحة خلينا نحكي. اليوم كنت عم ببعث رسالة لدولة عمر الاستاذ قلت له يعني تكليفكم الان اعاد الامل في النظر للرياديين، لانه بصراحه من كثر العقبات اللي واجهته الواحد صار واحد كثير يفكر انه to stop here and begin in another area. لكن we hope that every day is going to change. اهلا وسهلا فيك دكتوره، نورتينا. عفوا بس انا للاسف معي 10 دقائق عشان اني فكرت التعارف وبدنا سريع. بس الدكتوره لينا بعد 10 سنين اهم انجاز ما اخذت ايضا يعني هي شايفه انه كل العشر سنين اكبر انجاز شايفاه من وجهه نظر. انا مش بغششها حاجه طبعا، انا اللي بحييها يعني وهي زميلتنا وصديقتنا كتير مصاري بتروح تيجي على خليك يعني بس مش العجب طيب يلا عصري احنا بس يعني هيك احنا انضربنا والله يعني والله رهيب انا شايفه لسه لا لا ماشي زي دي ان شاء الله نعطيهم حل المعوقات كلمة واحدة كلمة واحدة. هلا انتوا كنتوا تاخذوا خلاصة، انتوا عليكم التحدي، كنتوا تاخذوا خلاصة اللي حكوا بسرعة. لا اي خلاصة، ما هم اخذوا حقوق يعني الى كل الوقت الى كل الوقت تمام. مساء الخير، انا اسمي ايهاب قهواتي، هو فاوندر لدراج ايوت وفاوندر لتيكر جو. نحن بنشتغل على حلول التقنية اللي هي العلاقة بالإنترنت الأشياء. كنا بنعرف العرب كلياته عم تتجه نحو الإنترنت الأشياء، ومتوقع نهاية 2019 عدد الاستثمارات توصل أكثر من 600 مليار دولار أمريكي، طبعا هيك عم نقول كثير كبير. اللي بنشتغل فيه نحن أنت عندك ابتكار أو عندك فكرة معينة، كيف ممكن هاي الفكرة أنت تعملها بدون ما تجيب مهندس برمجيات؟ للأسف نحن بنعرف إنه ما في كفاءات أو مهندس إلكترونيات عشان تعمل فكرتك، حتى عنده مزرعة ذكية او عنده بيت بده يعمله هتمته او اي نظام هتمته خطرت بباله، فكتير صعب انه يعمله، خاصه انه بده يتعلم الاربينو او بده يتعلم القطعه اسمها الاي اس بي 2866، فالموضوع كتير كومبلكس ومعقد انه يقعد يبرمج على سي بلس بلس. نحن عم نشتغل عم نعطيك قطع بكل سهوله انت فيك تركبها، بس بصير واحد اسمه يو اس بي وتبرمجها من خلال الموبايل، بس دراج اند دروب بتحدد الفانكشن اللي بدك اياها، وبعدين بصير عندك تطبيق جاهز مرتبط بالانترنت. لا احد العقبات اللي نحن بنواجهها للاسف اللي المصنع هون بالاردن يعني للاسف ما في مصانع. انت هلا بدك تطلع البرودكت اكيد بدك الكفر هون بدك تعمل انجكشن، المصانع هون انجكشن للاسف ما في، لما تشتري من الصين اذا جبته من الصين نفس الشيء انت يعني بتدخل دوامه كثير كبيره مع الجمارك مع الضرائب، خاصه انت لساتك ستارت اب لساتك عم تنمو ما بتقدر تسجل شركه. نفس الشيء كمان الباكينات اللي هي بتطبع البي سي بي اللي هي بتطبع الدوائر الالكترونيه، يعني هو بالاردن يعني بس 2-3 ممكن تطبع تو لاينز اللي هي سي ان سي مختصه بطباعة البي سي بي للاسف يعني بكون موجودات للشباب مش فاهمين شيء اكيد شوي دارت الفنيات يعني شوي اوكي ملزم مقلوبه وكذا
بالضبط. فالفكرة انه صعب انك ما تطبع اجهزة يعني تطبع لغة الكترونية هي اجهزة الكترونية. اتمنى انه تكون الاجهزة هاي مكلفة كثير انها تكون موجودة او على الاقل يسمح بطبعات 3D برنتر. فيكون حدا بالبيت عنده 3D برنتر بتكون اسهل من هو عشان نحكي تحدي تكون للاجهزة اللي محتاجينها مثلا او بالضبط. فشكرا لكم. ممتاز. انا بتذكرني مرة مين من مرة فاز بجائزة اخذ جمالك على نفس الجائزة هذا كان في شيء هيك. فبتهيألي تحدي دخول الأدوات والمعدات. أيوة صحيح صحيح صحيح. أخذوا جمالك عليه. لا تمام مضبوط ممتاز. أشكرك شكرا لك. تفضل. الله يمسك بالخير. ما راح أطول بس إن شاء الله. أخوكم محمد الخوالي. أول شيء الأكل أهم شيء. أهم أكل عندي هي الدواء. بعد نازل يا. دواء زيت. انا من جمعيه نماء جهه من جمعيه نماء التنميه الشبابيه. اهلا وسهلا. نماء اللي في الزرقاء ولا في الزرقاء؟ طبعا في نفسكم. ممتاز. دكتور رفعت ابو سالم. كان بياخذ الرصه مع ظرف ممتاز. الشركه اللي فتحناها هي تعليم لغه عربيه مقيم بها ولا اسمها معهد اتقان تعليم لغه عربيه غير مقيم بها. اهم المشاكل اللي واجهتنا اللي هي موضوع الاجراءات الحكوميه في مجال التعليم بالذات. في كثير من الاعتمادات اللي بدك تتغلب حتى توصلها والسوق المنافس. وموضوع اهم شغله احنا واجهتنا اللي تفرغ العاملين في اول سنه اللي الفيرست من اول سنه ايش تقدر تعمل. فاذا ما كان عندك راس مال كبير من اول سنه انك ما في ارباح نهائيا. بعد سنتين ثلاثه تبلش في ارباح ديمومة فيها خاصه في موضوع التعليم. اول سنتين ما في ارباح. بعد ثلاث سنوات تبلش ارباح قليله ولكنها ديمومة. صحيح. خاصة موضوع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الناطقين بغيرها. الناطقين بغيرها. بتهيألي متجدد الموضوع دائما يعني. تهيألي الآن مفتوحة بشكل كبير. لازم إن شاء الله. ويعطيكم العافية. أشكرك أشكرك. أهلا وسهلا. تفضل. السلام عليكم. يعني نختصر ولا إيش حابين يعني احكوا لي يعني تحتك أستاذي أنت يعني. انا حكيت عندك راح الدكتور طبعا اول الحاضرين يعني بعد ذلك لاين اول واحد. لا انا زلت فيكم يلا تفضل. انا محمد عمر. انا لسه عم بدرس كمبيوتر ساينس. خبرتي بالرياده الاعمال لسه مو كبيره. فانا مسرور اني موجود هون اليوم عم بسمع قصص نجاح. صحيح. وعم بتعلم منها. انا اشتغلت مع زملائي على مشروع اسمه ابتكر جو. مثل ما حكى عنه بختص بمشاريع الاي او تي. بعد متخصصين كمان مع تدورات بهذا المجال. هلا انا حكي كل شيء. انا ما حارجع عيدا مشان الوقت. صحيح. بس بالنسبه لاغلب الشغلات اللي بتواجه ستارت اب هي مثل ما حكوا تمويل مثلا اجراءات بالنسبه للجهود الشخصيه هي بتكون اهم شيء. الايمان بالفكره والتيم. اذا بتبني التيم صح يعني حتى تصير عليك جهد كثير. صحيح. لما تكون تحب فكرتك لما تكون في ناس مؤمنين بالفكره معك فعلا بتكبر وممكن تتجاوز كل هاي العقبات اللي احنا بنحكي فيها سواء يعني كانت صغيره او كبيره يعني. بالضبط. اهلا وسهلا فيك. هلا بالنسبه للاكل في كثير بس في كثير اكل سبيشالي للنوخيه. اوه بسيطه والله. طلبتكم يا جماعه عشان تفكروا واحد يكتب كان اسهل عليك. اهلا وسهلا فيك نورتنا. استاذ انا كبير تفضل. انا اسمي احمد قاسم مدير عام شركه تخصصها غريب وموجود جديد وقديم من اصل المؤسسه بدات في 2015 ومن بلد رائعه جدا ولحاضنه رجال اعمال بجنب امر. هو الاسم بهجم. انا وصلت رسالتي للدكتور. انا وصلت. انا ما فهمتش. لا خلص. لا 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 انا كلام طويل والله. انا كلام طويل. خلي راضيين عنه الشباب انه اسمها اسمها الدكتور حتى اللي بيعرف يعني. بس احنا ما فهمناش الفكره كثير يعني حكينا شو ولا بس يعني. طب خلص تقدر تجيني اللي هي بس اللي خلص يا بعد بسرعه. طبعا اسمي احمد قاسم من فضل الله عندي خبره في مجال اداره الشركات في الامارات وبالسعوديه ان شاء الله. فكان ساعة سودة افكر فيها افتح ماي ستارت اب البزنس تاعي يعني واجي لبرلين يعني وبتكسب. لا سجل الفكرة. لا بصدق يعني بجد هلا من فضل الله سبحانه وتعالى انا فكرت افتح البزنس يعني ماي بيت بروجكت يعني احكي يكون شيء يونيك يعني يكون فرانشايز بعدين يتحول لتريد مارك بعدين يصير براشز في الوطن العربي. والحمد لله رب العالمين بنتعلم احنا بصراحة من الاجانب للاسف يعني
تعلم لا تقبل منه دائما اي فكره صغيره بتصير بكره هيج بروجكت. تمام لانه في ناس بتحبه وبتحترم هالاشياء مثل علمي. تمام فالحمد لله بديت بمؤسسه بتقدم اوت دور سيرفيس غريب كثير يعني انه اسم المؤسسه طبعا هلا اكيد رح تسالوني اكثر من اسم المؤسسه. المؤسسه اسمها ضحكه. تمام خلال 3 سنوات بفضل الله نجحنا بصدى اعلامي ودولي ومجتمعي لانه اثرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا كله ما اقنع رجال الاعمال انه يا رجال الاعمال اعطونا فرصه نثبت لكم فعلا انه احنا عندنا القدره انه نبدع ونبتكر ونطور ونصير اصحاب عالم تجاري مثل اللي موجودين برا. لا هذا ليه؟ لانه للاسف رجال الاعمال لا رجال الاعمال انا عانيت معهم شغلتين يعني. الاولى ما في تواضع. ما في تواضع، غرور، كبر. ما في القدره انه يتحمل يسمع انه انا عندي شيء مش موجود عندك. انت عندك ملايين لكن ما عندك فكره. انا عندي فكره بتجيب لي ملايين لكن انت عندك ملايين بتشتري فيها افكار من برا وهي ما بتقبلها. الشغله الثانيه عندهم دعايه بصراحه مقنعه اكثر من اللي بنشوفها بالام بي سي. في الايفنتات بيحكوا كلام يعني بيدوب بالحجر بصدق. بس تروح لعندهم على المكتب شيء مختلف يعني ممكن على فكره ممكن الاوفيس بوي يعني مع احترامي لكل الناس ممكن السكرتيره تتقبل دخولك بطريقه محترمه الا هو مين حضرتك؟ كيف مين حضرتك؟ امبارح انت تعرفت عليه وخذت بزنس كارد ايش مين حضرتك؟ اغلبنا فعلا واجهناه هاي النقطه نقطه ثانيه للاسف احكيها بيعشق سرقه الافكار. انا انسان صريح ما بعرف يعني ما بحسب حساب انسان الا اللي خلقه ربي لانه من فضل الله سبحانه وتعالى نجحت واصبحت صاحب شركه اسمها عالم ضحك لتطوير الالعاب مع اني تعرضت لصدمه وضربه وخيانه وغدره وللاسف واحكيها بصدق سمو الامير خالد سفير المملكه العربيه السعوديه ودى وراي واستقبلني بتواضع وفتح لي المملكه العربيه السعوديه وبطلب رسمي هات جماعتك وشركتك وافكارك تعال على السعوديه وانسى الاردن. قلت له لا مش حبا بالاردن بس لاني فعلا انا بعشق فكره لان انا طردت فيها الاردن. واليوم اصبحت شركه ذات مسؤوليه محدوده صاحبه اول مشروع لمدينه ترفيهيه بتصاميمها جديده. هاي التصاميم اللي احنا صممناها واللي ماسكه التصاميم شركه ارت ميديا موجوده هون في الاردن ما اجت من واقع او من يعني من فكره اجت من عمل حقيقي مدته 4 سنوات بشلالي مجتمع وعلام وللاسف رجال اعمال برا الاردن. شكرا لكم. صحيح ممتاز عن جد يعني ما شاء الله يعني احنا اغلبنا من هاي المشاكل والمصاعب اللي بنمر فيها هي فعلا الواحد بيطلع منها يعني بالاخر. عفوا بس يعني انت بتشمل كلمه عيب احس انه في رجال اعمال اماراتيين وسعوديين اموالهم يعني اسف للتعبير بتغطي رجال الاعمال الموجودين هون وبيستقبلونا بتواضع بيستقبلونا بحب. هاي الافكار شغله لازم نوصلها يا جماعه. ايوه يعني اعطينا افكارك خلص على الاقل لازم هاي الاشياء اللي احنا بدنا نحكي فيها صراحه في زخم وفي كم كبير من الاشياء اللي فاتت الان. طب هو مش راح يضيف الفكره لرجل رجل اعمال ارباح طبعا تزيد كوفه بس هو ما عندوش الرهبه ولا القدره يصبر عليك. تمام فهو بالتالي مش مستعد يدفع لك. لا لا هو بيحب ياخذ ملكيه كامله يعني في عنده حب الانانيه. خلص تمام لا ممتاز يعني حرام عليك كنت راح تحرمنا من هالمعلومات الحلوه وهالخبره القيمه ما شاء الله عنك. اهلا وسهلا فيك تفضلي. رجاء عبد القادر صاحب شركه مصنع هوكو للادوات التمضيه السلكه والليفه والفوط التمسيه. ايوه طبعا اكبر مشكله هي التمويل والسوق. السوق المحلي كثير ضعيف عندنا في الاردن كثير يعني ضعيف وما بيشجعوا المنتج المحلي نهائيا. اخذنا الايزو من 1.5 سنة الحمد لله. انا ان شاء الله انه يفيدنا في التسويق لخارج. صحيح هي شوف رئيسها بالضبط يعني احنا منتجنا كثير يعني ضمن المواصفات العالميه منتجنا بضاهي المنتجات اللي شوفوا كيف الثقه يا جماعه الثقه وشوف منتجنا احسن من منتجاتهم بكثير وبيبيعوه بمبلغ يعني كبير ثلاث اضعاف اربع اضعاف مو بس كثير. احنا دخلنا على المؤسسه العسكريه جابوا لنا منتج ثاني منافس لنا ضعيف جدا ما بيوازي اي شيء من منتجاتنا وحطوه مقابل منتجنا فطبعا ما صار منتجنا. تمام تمويل والسوق ليفا انتو شركه ليفا فوكو ممتاز اهلا وسهلا فيكي نورتينا اهلا وسهلا تفضلي بس نشوف
طبعا في في صراحه في يعني في ناس يعني حلوين هم موجودين معنا يعني بحبوا عن بعض بعد هيك دوروا بعض. طبعا تفضل استاذ. يا السلام عليكم. انا سعيد جدا كثير اليوم اني اجبرت اني اجي بس ما يعني ما كنت فاهم الوضع هيك. شكرا دكتور احمد، شكرا ابراهيم، شكرا اسماء، شكرا كلكم. طبعا في ناس كثير بعرفهم على التليفون خلال هذول الشهرين. اعرف بنفسي انا المهندس خلدون الزناتي، طبعا زوجتي ام محمد فتحيرت عليها عشان اعرف اجي اليوم هون. ما شاء الله يعني مخفى عنها كثير ما شاء الله. انا عشان هيك سمعناش شو الاكل اللي بتحبوه. بجد الاكل يعني برياني هذا احلى يعني. اي سيدي انا ما في شيء بكره والحمد لله ما شاء الله. حطوا لي اي شيء بكره حطوا حط مش مشكله. انا بدي اعرف نفسي من الاخر. افتحوا ذهنكم وعينيكم للموضوع لانه بهمكم كثير وهو احد الحلول. طبعا على ولا بيعرفوا بنتي أسير، فاللي حكيتوه كله صحيح. والدليل على ذلك انه من 3 سنوات أسير مهندسة الاتصالات راحت لأمريكا بنيوجيرسي مخرب الدنيا بالمعنى اللي بحكي لكم اياه. مخرب الدنيا تشتغل الشغل، صارت فاتحة 3 بديش اقول مصانع بس 3 ورش عمل تعمل. طبعا هي من خلال العمل أنا لي من الأبناء 6 4 منهم مهندسين. أنا الشريك الإقليمي لحاضنة الأعمال فاستر كابيتال من دبي لمشاريع الـ IT سواء سوفتوير أو أبليكيشن. فأنا بدي إياكم كلها طبعا لازم تعرفوا شغلة. طبعا أنا خبرتي 32 سنة أو صار 33 سنة في مجال الإلكتروميكانيكال بالتحليل طاقة متجددة وإنارة الطرق، تصنيع وتركيب وتصميم يعني كله. لكن سنتكلم عن الحاضنة اللي بتهمكم كلياتكم لأن هذا موضوع كثير مهم. أو بشكل عام إحنا اي مشروع اي اكشن اي بروجكت له سنن له معايير له مقومات، فمن ضمنها قصة الفلوس. بدون الفلوس ما بنفع. قبل فاستر كابيتال سوينا ولغاية اللحظة هاي مبادرة اسمها سواعد عربية للتدريب وتطوير المشاريع الريادية غير ربحية مسجلة رسميا لها بصمات ونجاحات وقصص نجاح لانه احنا ما بنعطيهم فلوس كلنا، لكن كنا احنا نهيئ اي واحد عنده مجرد فكرة مجرد فكرة ونمشي بالبروسيس تاع اي مشروع. لكن هذيك الايام زي ما تفضلتوا كان في جدكو يعني كان في جهة تعطي الفلوس ومانحة مقرضة سموها زي ما تسموها سواء في استثمار نبيل في المهم كان في جهة تعطي منح. فكنا نسبة النجاح عندنا كان 100% بعدين قل لما كثرت الناس اللي بتقدم دراسات. سوينا 136 دراسة زائد ناقص 45 مشروع نجح وهم يعتبروا 90% يعتبروا قصص نجاح. اللي أنا بدي أقوله ما رح أطول معكم انه دائما تفاعل دائما ابتهجوا دائما لا ما في مجال للبطل ما في مجال. دائما بدنا نكون متفائلين دائما بدنا نشتغل لكن بدنا نحضر درسنا بشكل صح. كل التحديات اللي حكيتوها هي مقومات لانجاز عمل كلوزنج ديل لاي بروجكت. ولذلك ما في حدا يقول ما في شغل ما في عمل في محبطات كثير. 32 او 33 سنة اخفاقاتي اكثر من نجاحاتي. مصنعين بيرفكت نموذجيات بكل معنى الكلمة. برضو المصنع الثاني اللي مسويه جنب مصنع فوكو كونغو شاي و عصير العصير
واخذ ايزو ماخذ ايزو 22000. الايزو هو جواز السفر انك تكون مرتب، جواز السفر ان تكون لك الجاهزيه ان تنطلق داخليا وعالميا. ضروري جدا تعرفوا اهميه الايزو قديش برتبك، لانه انا دائما بقول من خلاصه افكار خلاصه الخبرات والاخفاقات قبل النجاحات 80% من نجاح اي مشروع هو قديش انت مرتب اداريا وماليا، والايزو بيحاول يهربك ويربك. تمام. الفكره اللي بدي اقولها يا اخوان، انا بدي اركز كثير، بدنا نركز على اجنده الحكومه السابقه، ما هي الاجنده، مش كل واحد بده يعرف اللي قدموه. في اجنده واضحه وصريحه 2025 ان يكون عندنا 3000 ريادي. انا بتمنى وبقول وبحط كل امكانياتي وقدراتي في انه يكون عندنا 30000 ريالي، بس بدنا نشتغل. يعني مش معقول كل واحد فينا قاعد هو يشتغل لوحده، مش معقول، مش معقول. اذا على المستوى الصناعي وخطوط الانتاج فالفكره والفلسفه تاعتنا، ليش سوينا مصنع ادوات التنظيف وليش سوينا كل كومبوشان؟ لانه احنا نؤمن انه بدنا نساوي عشرات خطوط الانتاج التي لا تعتمد على الطاقه، مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، عندها الجهوزية الكاملة بعد ما تأخذ الآيزو. أحسن ما يزعل مجموعة الآيزو. الجهوزية الكاملة للتصدير، أسواق التصدير تستنى فينا، السواق الأمريكية، السواق الأوروبية، فنستطيع نعمل الكثير الكثير. مهندس كوني أنا بتاع الآيزو يعني، هذا حديثك إلا بالخير يعني. بس حركة على التليفون قلت لي كلمة إن أنت ما كنتش مقتنع، إلا قلت لي على التليفون يخص الشهادة والأوديتور ما عجبكش. نعم. أيوه حابب أسمع. القضية مش شكلية. الآن في تقريبا بتروح أنت حتى إحنا الأيزو تقريبا كلفنا بحدود 10000 دينار للمصنعين. أيوه 5.5. الحقيقة إنه بروح الجهة المانحة لهذا الموضوع ما دفعنا شيء إحنا. الجهة المانحة بنطوق ليستا من الاستشاريين، إذا ما كان الاستشاري كواليفايد وإذا كان بس الآيزو شكلي فأنا هذا الحكي رافضه ولازم يعلى صوتنا ونقول هذا الحكي غلط. إحنا بدنا الآيزو الحقيقي، الآيزو وأطبق هذا الحكي، إن شاء الله آيزو أعمله في البيت، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة بهذا الأمر. اللي بدي أقوله يا شباب إنه بدها طولة بال على أبونا وأمنا، طولة بال على حكومتنا، طولة بال على البلد. يعني هم هذولا في كلمتين اليابانيين مصرين عليهم، ما بصير أي نجاحات إلا بالمثابرة والمصابرة، مثابرة ومصابرة، غير هيك ما بصير. الآن طبعا أنا اكتشفت المواهب، الأردن غني بشبابه وفئة الشباب فئة كبيرة. اتفاجأت أنا خلال بس فقط صار لي أنا شهرين بشتغل بموضوع فاستر كابيتال، أنا الشريك أول يعني أول ممثل لهم في الأردن، ووجدت يمكن في عنا طبعا أحمد قاسم ما أجاب سيرتي إنه أنا تحملته ساعة كاملة على التليفون بدون ما أعرفه وهو يحكي وهو يسب علينا كلياتنا. لا 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 مش قصدي، لا لا أنا مش قصدي، أنا بس ما بحب أجامل. وجدت مواهب، وجدت مشاريع عملاقة، الحمد لله التجاوب سريع. طبعا عمال يجينا اعتذارات فقط لمشروعين، باقي المشاريع اللي رفعناها بحدود 17 مشروع كانت ملاكي القبول، ومنهم أحمد رداد روح فن معانا. معاكم فرصة للي بيحب يقدم لهاي المشاريع لراوند 2 16 6. يعني اللي جاهز مشروعه فأنا الآن بستقبله مباشرة، ما عندي مشكلة، سواء لمشاريع الآي تي لمشاريع الثانية، أنا كل إمكانياتي جاهزة إنه نساعد شبابنا ونساعد بلدنا. إذا إحنا ما بنينا البلد مين بده يبني البلد يا جماعة الخير؟ ويعطيكم العافية وشكرا جزيلا. استسمحكم بدي أخذ الدكتور حازم. طبعا احنا رح نكون في بعد الافطار من 8:30 لـ9:00، يعني برضه نص ساعه يعني اخيره هاي.
بناخذ الناس اللي ما حكوش تمام عشان ايوه بين نحكي الفطور وبين الحلو يعني تمام. فدكتور ابراهيم رح يكون نص ساعه معاكم كويس لحد موعد الافطار، بعد هيك على 8:30 نرجع نكتب نص ساعه بتكمل ان شاء الله الناس اللي ما اخذناهم، لكن اخر واحد رح يكون معنا الدكتور حازم يعني اختار مهندس. تفضل دكتور. السلام عليكم. انا حازم حسن، دكتور في جامعه البلطاط التطبيقيه، محاضر في مجال الطب الجنائي. طبعا ما بشتغل في هذا المجال، وهي اول نقطه اللي بدي ابدا منها، اللي هي ممكن تدرس شيء وتحبه، وانا رقم 19 على مستوى العالم والوحيد في الاردن والوحيد في المنطقه العربيه متخصص في تحديد جرائم القتل بواسطه الادله العشريه، فانا مستشار للطب الجنائي والادله الظرفيه. رغم ذلك توجهت بطبيعه عملي للاي تي، ورغم ذلك الان انا مساعد مدير مركز الاستشارات والدراسات والتدريب في جامعه البلطاط التطبيقيه، ومدير لمشروع الابداع والابتكار في البحث العلمي ونقد التكنولوجيا من الاتحاد الاوروبي، مختصر بكلمه ممر. ممر ممر مشروع بخمس دول. نعم. دكتور حازم انا يمكن اشتغلت معه خمس دول. ممر هو الان عندنا خمسه دول من الاتحاد الاوروبي ودولتين عربيات. الفكره في المشروع اللي هي بدنا 30,000 ريال، بدنا 10,000، بدنا 1,000,000 ريال. كيف بدي اوصل الرياديين؟ جميع اللي موجودين هم اصحاب الافكار. لكن من الابحاث العلميه اللي بتكون فيها الجامعات وهي عديده لاغراض الترقيه فقط، عندنا عدد سبين اوف اللي صادره في الاردن واحد ومسجل لجامعه التكنولوجيا. عدد سبين اوف الستارت اب اللي من الجامعه الاردنيه خمسه. عدد الستارت اب او السبين اوف من البلقاء صفر. فبالتالي انا بحكي عن جسم اكاديمي في عدد عطاهي التدريس في المملكه الاردنيه الهاشميه يزيد عن 8,000 عضويه تدريس. ثلثين هم يحمل درجه استاذ دكتور. ولا واحد تقدم باسمين اوف او بستارت اب او بفكره. عفوا دكتور حازم حديثك مثمر، قصد حرك سبين اوف خلينا نعرف ما هذا الان ممكن انا ما اسوي مشروع، احط فكره قابله للتطبيق وغيري يستثمرها. الان الفكره اللي احنا وضعناها في هذا المشروع انه احنا عمالنا بنبني فيرتشوال بلاتفورم عباره عن منصه تجمع الشباب، تجمع اعضاء التدريس، تجمع الصناعيين، وبدانا بالشراكات، يعني بدانا نوقع شراكات في الجامعه مع غرفه صناعه عمان، بدانا نوقع شراكات مع جامعات اوروبيه متخصصه في هذا المجال، يعني اعرف جامعه معنا في هذا المشروع اسمها ليفنت من 1832 اول جامعه في الابداع والابتكار على مستوى العالم. يعني الاتحاد الاوروبي فيه جامعات عريقه في هذا المجال اكثر من امريكا، وبالتالي احنا توجهنا لهذا المجال حتى ننقل هاي التكنولوجيا منهم الى الاردن. طبعا الشريك العربي الوحيد اللي معنا المغرب. الان احنا وصلنا لمرحله البايلوتينج اوف بلاتفورم لممر. وصلنا انه عملنا كادر، دربنا من التعليم العالي، دربنا من اعضاء التدريس، دربنا من الباحثين ان يتوجه في بحثه باتجاه انه يخرج فكره او مشروع او شركه او بدايه تكون قابل للتطبيق التجاري. لانه الان العالم كلياته ما بينادي ببحث مكتوب في ورقه. الان احنا بنحاول ندور على ريادي في تطبيق الاعمال، فاول نبدا في انفسنا في البحث العلمي. طبعا انا استلمت مركز الاستشارات يعني من خمسه شهور، وجدت كل المعوقات اللي انتم بتحكوا فيها، لانه بطلت اشتغل في المجال الاكاديمي، صرت اشتغل في مجال الاستشارات والدراسات والتدريب. طبعا دكتور عايز اعزز نقطه، يعني المشاكل احنا اللي بيقابلوها كاصحاب شركات حرج بتقابلهم كمدير لمركز استشارات وتدريب داخل جهه حكوميه. نعم، مركز الاستشارات في الجامعات هي نص برايفت، يعني الجامعه لما تحطك في المدرسه تقول لك طلع موازنتك، طلع رواتب اللي عندك، جيب لي بنفت، بدي تيرن اوفر نص مليون، انا الان تاجر تبعي 2 مليون لان خلصت المليون الاول. وبالتالي الجامعات بدات تفكر نتيجه الوضع الحكومي، نتيجة تغيير استراتيجيات العمل، انه احنا بدنا نطلع الفلوس، احنا بدنا نجيب رواتب الجامعه، احنا بدنا نشتغل، فاحنا توجهنا لعمل استشارات ودراسات بدايه خارج الاردن لنفس المعوقات، لانه الاردني عنده اشتقاء في المواطن ولا بالشركه الاردنيه. فبروح بجيب استشاره من شركه خارجيه، احنا عمالنا نعمل استشارات لدول خارجيه. نعم. عكسنا. طبعا احنا بدانا هيك لانه بس عملنا تحليل المخاطر سوات اناليسز للبحث العلمي، وين مشاكل؟ وين ممكن احنا نغير فيه؟ فبدانا بانشاء مكاتب تسمى مكاتب نقل التكنولوجيا، تكنولوجيا ترانسفير اوفيس، بدانا بانشاء
ريسيرش اوفيس بدأنا بإنشاء مراكز تميز. الآن على هدف إنه باقي عندنا نقطتين في المشروع اللي ننشئهم اللي هم سيلز تشير مراكز كراسي الأبحاث، ونهاية ننتهي بشيء يسمى بالشبكات. الشبكات العلمية اللي هي الآن سميت عندنا بالمجموعات البحثية. أنا بدي أسوي بحث، بحكي عن نفسي في مجال البحث الجيناني. لما كنت أدور لقيت واحد اسمه مارتن كنت في اليو كي، أخذت سيرتيفيكيت من روجر كنت في السويد، خلصوا. فالكونكشن تبعي 3-4. فالآن لو أنت وجدت واحد في هذا المجال ممكن يعمل لك أناليسز، ممكن يعمل لك كونتريبيوشن من خلال هاي النتورك اللي احنا عملنا من كان هو من كان فيرتشوال نتورك، أنت ممكن تستفيد. الملخص كلامي احنا بنحاول نسوي كالتالي، نسوي دكان عندك الدكان مسكر في الزبائن جامعة البلطة، نسوي مكان يزود كل من يريد من الأعمال الريادية بالأفضل مع حفظ الحقوق لأصحابه. يعني أنا بدي أزيد من التفاؤل، تم الاتصال حقيقة وربطني علاقة استشارة لا أكثر ولا أقل مع رئيس الجامعة، وربطني مع الدكتور النجداوي، وربطني مع الدكتور النجداوي، والمفروض إحنا بنفكر عمالنا في إنه ننشئ حاضنات سواء للآي تي أو لغيرها في البقاء التطبيقية في اتصالات مع جامعة سومية. تم حقيقة في مركز وتم وانتهى في الجامعة التكنولوجية. الآن هو لأنه والله إذا بقول لك بشبك الليل مع النهار فعلا، لأنه أنا بسابق الزمن، إنه بدناش نضيع وقتنا كثير، ولا بدنا شوك ولا بدنا سماعات ولا بدنا صور، إحنا فعلا بدنا نخدم ونشتغل بالشكل هذا. أنا اللي بدي أقوله بس عشان تتفائلوا كثير، الآي تي this is the future. قبل شهر ونص إجا مجموعة من الشركات الفنلندية والتقينا فيهم في غرفة صناعة عمان وتكلموا. فنلندا 5 مليون، لا يوجد بها لا فقير ولا غني، فهذه ميزة. ماش نحكي عن الميزة التنافسية للأردن، برضو في عنا إحنا إشي كثير. الدخل القومي أو الناتج القومي لهم 136 على ما أظن مليار دولار. يا جماعة الخير خلينا نصحى. أقول لك بدنا نشتغل لوحدنا، بدناش الحكومة. بعدين في عنا أفكار كثيرة، يعني أنا من خلال بس هالشغلين عمالي أكتشف في عنا كنز من الشباب الموهوبة، وأنا شايف الخير موجود وشايف يعني المستقبل. أنا متفائل فيه كثير إذا حطينا إيدينا بإيدين بعض. يعطيكم العافية. يلا بدأ إبراهيم. لا بس بدعمك مشان ايزو مشان التوكيل. في 6 شهور وجدت نقطتين. احنا الان عملنا مجهز ناخذ الايزو لمركز الاستشارات 6001. ما بعرفش والله كيف احسن بدات تجمع. انا على اقدم بروبوزل. الفكره انه كان عندنا مشكله انه انا الكادر العلمي كان 56 موظف، خفضته ل 21 موظف بعد ما عملت الهيكله والمهام والوظائف حتى اقدر احدد المسؤوليات. ممكن 21 ينزلوا لحد 16، وال 16 راح يكونوا يشتغلوا نفس اللي كانوا يشتغلوه ب 52 وياخذوا جزاهم. بمعنى اخر احنا بنحاول ندور على النظر النافس، لانه هاي ميزه لما نيجي نقدم لاي استشارات خارجيه او تدريب بالذات مع الجهات الدوليه بيطلب انه هل انتم عندكم ايزو سيستم، هل عندكم كواليتي مانجمنت سيستم، وبالتالي احنا بحاجه لهذا الموضوع. شوفوا يا جماعة، هو أنا صراحة أنا جاي أسمع أصلا في ميزة إن أنا أسمع أكثر من الثاني أصلا. بس عشان ما يكون فاهم كلامي خطأ يعني، فتعقيب على المهندس خلدون، بس بدي أعلق على نقطة. يعني من فضل الله سبحانه وتعالى المشروع داعي كمشروع ستارت أب بدأ في 2015. الحمد لله رب العالمين، كل التحديات والمصاعب والمصايب اللي كنت متوقعها حصلت صدق. يعني حتى في صديق لي كان صاحب فكره فحكاها جمله انا كثير عجبتني، يعني فكره زي فكره دي، يعني فكره ريادية، فبيحكي لي اليوم اللي ما فيه ضربات انا بحط له قلم، اليوم اللي بكون فيه مبسوط ما فيه مشاكل انا بحط له قلم. فعلا يعني مستحيل يومك يمرق وانت في تحدي بدك تنجح وما يكون في عندك مشكله. فالحمد لله ربنا من فضل الله سبحانه وتعالى المشاكل هاي كانت بالنسبه لي عباره عن دافع واصرار اني انجح،
أكبر دليل إنه من فضل الله سبحانه وتعالى نجحت، إنه اليوم من مؤسسة ربحية أصبحنا شركة إدارة مصرية محدودة في 2018. وتبريرا لكلامي، وأنا لم أعمم، أنا حكيت عن الشرائح الشريحة اللي أنا طلبوني واستضافوني وودوا وراي بنتات وتعالي عمي بدنا إياك عملنا سمينار، أنا هذول الناس اللي بحكي عنهم كنت بدي أطلع لكن استفدت بعرفهم. خصوصا من برا ما خشيت شوي للدكتور. الفكرة عن أكثر في المولات في الأوتدور أكثر بلاك أريا حولناها لنقاط قوة بأنه يصير عندنا أول مدينة ترفيهية لا تقدم فقط الأطفال، تقدم الأم والأب، تساعد على إعادة التواصل بين الأب والأم والطفل، تقدم سيرفيس يعني مثلا أول مدينة ترفيهية ما أتوقع إنه حدا سمع إنه في مدينة وفي مدينة ترفيهية للأطفال فيها رح يكون مكان تعمل الأم فيه ريلاكسيشن. ما في أحمد بدي لك يا أحمد بدي لك لا بس آخر مفاهيم إنه معقيدة بس تبريره إنه من أحد الناس اللي هم يعتبروا رجال أعمال ناجحين جدا من فضل الله وتم تكريمهم من كذا أسبوع من جلالة الملك هو حاضري معي المشروع، فأنا ما بعمل بالعكس في رجال أعمال رائعين لكن بصراحة عددهم مش كبير ومش أنا أفشي أنا أفشي ناصر صلاح هو هذا آه لازم نحكي لا هو من الناس أنا فعلا بفتخر إنه أحد أعضاء وحاضنتي معي المشروع شكرا لكم. شكرا على الدعوة. سليم كراشي كنت الرئيس التنفيذي لشركة فاين للدولة كم شهر وحاليا عاطل عن عمل في هذا المجال. أنا تشيرمان تبع إنجاز ذكرت إنجاز إنجاز خلال كم شهر بدون إنشاءات ما يدعى بماي ستارت أب اللي هي عبارة عن مش حاضنة ولا هي كلية ولا هي أكسلريتر هي خليط من هاي كل الأمور. المشكلة بالبيئة اللي خلينا نحكي بيئة ريادة الأعمال اللي هي زي الجيكسو بازل، إذا ناقص وحدة ما بتطلعش صورة حلوة بالأخير. ففي شغلات كثيرة ناقصة بالإيكو سيستم تبع ريادة الأعمال في الأردن، وإنجاز عم بنحاول إنها تغطي هذا العجز مش إنها تكون جهة أخرى بتعمل اللي بيعملوها الناس الثانيين. فاللي بيميز إنجاز هي تواصلها مع الطلاب في المدارس والجامعات عند برنامج اللي تسمى company startup وعن طريقه تطلع الأفكار ونشوف نحن ندرب الطلاب في المدارس على ديفينشي وشفتي في سجدوها كيف يعملوا organization structure كيف يكون في قسم تسويق قسم إنتاج قسم مالي قسم محاسبة كيف يشوفوا الدكاترة وغيرة كيف يلبوا هاي الفكرة دي طبعا ترجع مدرسة وتقال يوم في صار ضعف إن أنت بدك يعمل يكملوا في الواقع الحياة العملية والحياة العملية متطلبات أكبر من مدرسة وبعد مسابقة صغيرة، فبالتالي من هون جت فكرة ماش بعد الموقع هلا شبه جاهز بحث عن التمويل بس ما يخرجش ديما فيه إلى الوزارة من الوزارة التمويل كمان؟ مش مشكلة الآن بحث على كذا مليون فمش مشكلة المشكلة تجيب 10,000 ملايين أسهل. بنفس الوقت أنا مفروض يعني لسه ما عملتش عليها بس أكون على يعني اللجنة الاستثمارية في الصندوق تبع الشركات الناشئة والشركات الـ SMEs وكي الريادي اللي أنشأوا البنك المركزي الأردني مع البنك الدولي صحيح هذا الصندوق في 90 مليون بس أنا عندي هو 98 ولا 100 مليون؟ ولا خصم الضريبة بالأول؟ بالضبط ربع عليك شكرا على حسب ما يطلع خذ 80 ضريبة. فالفكرة اللي يوصلنا بنهاية المطاف هذا الصندوق إنه يكون في عندنا ديمومة لريادة الأعمال البلد وهي الديمومة ما بتصير غير ما يكون في عندنا شيء اسمه فنشر كابيتال. اوكي الفرق بين رجل الاعمال ورجل الاعمال هو فنشر كابيتال سواء الرغبي خاطر مريض بالشحوم اوكي انا مجال الطب في مجالك التدريس في مجالك السباكه
وشرط انك انت تكون فينشر كابيتالست من غير ما يكون في هذه المؤسسات تسمى فينشر كابيتال اللي بتمكن اللي بده يستثمر وبده يدعم انه يدخل في 10 مشاريع مع بعض مش يكون رهن في مشروع واحد. انا زي ما نعرف احنا بريادة الاعمال فرصه كبيره انه المشروع فرصه اكبر انه المشروع ما ينجح من ناحيه المضاف او ما يكون في السوق. وبالتالي اللي بده يحط راس المال بده يدخل بعشرة على انه وحده منهم تطلع قبل وتغطي عن تسعه ثانيين. فهذا الهدف الاساسي من انشاء الصندوق. هو رح يبلش الصندوق في محاور اخرى عن المنشاه لانه رح تعبر عن كذا حوار راس المال. الصندوق اعلن عنه السنه الماضيه ولسه ما باشر العمل. الاسبوع الماضي تقريبا اخذ الموقع تبع تاجر وعماره حاليا في توظيف عم يتم اوكي وعم تكتمل الصوره مع بعض. شوفنا خلال 8 شهر يكون هذا حل او جزء من المشاكل اللي عندنا. الشغله الثانيه اللي حبيت احكيها بس من كل لا بجهات والاطراف الاخرى في معرض الحديث بس ما سمعت ناس لا محابه. انا ما نجحت استقطب ما نجحت اقنع ما اشتغلت على حالي في مهارات التواصل ولا مهارات البرزنتيشن سكيلز ولا التفاوض ولا الى اخره ولا الثقافه الماليه الى اخره. انا نصيحتي للكل انه يعني نقصد من البدايه بالتحول دائما تبلش من عندي انا. انا ما بقدر اغيرك انت مش بقدر اغير حالي. فبالتالي يعني انا معمرتي هيك بتعمل. بالوصف الناجح. الحمد لله. لا بالنسبه للعزه انا شيء لكن مجال الرحبه. لا العفو الاكل الاكل المفضل. رجيم هلا صار 30 سنه رجيم مش كان يروح كل شيء بالكومبو شاي بيروح. طيب دكتور ما عندي سؤال بس يعني سؤال انتم عم تستعدوا تسمعوا نص ساعه مثلا 20 دقيقه في استعداد وين رايحين؟ ايه قاعدين طيب للاذان الساعه 7 ساعه و14 ثانيه صار نص ساعه مو يعني 20 تحسن والحقيقة أنا بس أنا مصطفى يعني فأنا بخليني أجي أدرس. بس عندي سؤال لحضراتكم مين في من حضراتكم اليوم جاب تحديث الأندرويد صحيح؟ مين كمان؟ اليوم أصلا الأندرويد عليه تحديث حضرتك مين كمان مع أندرويد؟ طيب مين مع أيفون؟ جاني قبل أسبوع على أيفون أنا نكسس نكسس؟ الأندرويد نكسس أنا حاب أدخل من مدخل موضوع الأبديت الحياة حاب أدخل منها مدخل لموضوع الأيفون. بكل بساطة يعني إن أنا في بعض الأفكار المتبعثرة لو إحنا حابين نتكلم عن الأيزو أنا قسمت الموضوع اللي هي بيسموها الأسئلة المفتوحة اللي هو ست أسئلة مفتوحة ماذا ورينا وكيف ولماذا ومتى ومن يعني بس لو حابين نعرف الأيزو حابين نعرف الأيزو هي في النهاية هي عملية continual improvement أو تحديثات أو تطويرات دائمة بما يتوازى يعني هو جرب تحديثات الأندرويد السادة الأندرويد المحترمين أو السادة جوجل جرب تحديثات مهمة جابوها من احتياجات الزبائن بهدف إن هم يعملوا customer satisfaction فيمكن أنا محمد السعيد قلبي فيمكن أنا ما يعني قلبي محمد احنا عملنا ايس بريكنج للصبح فيمكن هو ده تعريف ايس ببساطه يعني زي ما بيسموه يعني تعريف عقلي نظام اداره الجوده بهدف ان انا اوصل من الكاستمر ساتسفاكشن من خلال ان انا اتعرف على الكاستمر دي وفي النهايه انا بحصل كونتينوال امبروفمنت واضحه جدا على مستوى على مستوى السوفت وير واضحه جدا على مستوى بعض الاماكن اللي هي بتقدر الجوده زي خطوط الطيران يعني زي بعض المؤسسات كثير من المؤسسات اللي حريصه على الكواليتي هو الحقيقه بياخذ الكاستمر نيد او بياخذ الكاستمر فيدباك وبيدخلها جوه بروسيس عشان يوصل للكاستمر ساتسفاكشن من خلال عمليه بسيطه جدا اللي هي عمليه الكونتينر امبروفمنت. تفضل. بده يشعل الهدف من اداره الجوده هي تعظيم الارباح. بدل ما نشرح ونكتب انا ما هو جديد ونسدد هي تعظيم الارباح. اوكي بتوفر لك النفقات بتزيد في المبيعات خلي بالك هو بس الفكره في الموضوع انا يمكن قدمت التعريف
بدل ما انا اتكلم عن شيء مجهول. يعني انا اذا قلت لكم لحضراتكم دلوقتي في تعريف او مثلا بحب استخدمه دايما بقول لكم ان انا سوف اذهب الى مكان داخل مجمع حسين للاعمال تديره شركه زين ويقع في مبنى 23 في كلمه واحده ممكن تعوض كل الكلام ده زين. فهو الفكره ان احنا الحقيقه نفك كلمه ايزو او كلمه الكواليتي مانجمنت سيستم لتعريفها الحقيقي يعني او المكتوب في الكتب بين قوسين يعني. طيب محمد لو بس في نقطه في التعريف لو رجعت خطوه محمد لورا في نقطه في التعريف ان هو ملوش علاقه بمجال عمل الشركه يعني سواء كانت شركه خدميه كانت مصنع ليفا او كانت مصنع قصير او كانت كتب مسموعه مثلا او ايا كان في النهايه في نهايه اليوم الايزو ملهاش علاقه او الكواليتي مانجمنت ملهاش علاقه بنوع النشاط اللي بتكون فيه المؤسسه. هاي من اهم الاشياء اللي الناس بتظن انها معوض ان انا والله هدول المصانع بياخدوا ايزو. لا ممكن تكون سيرفيس شركات سياحه بتاخد سيرفيس بتاخد ايزو شركات تنظيم المعارض في ايزو تنظيم المعارض بتاخد كمان ايزو. وطبعا ملوش علاقه بحجم الشركه ممكن يكون واحد كو فاوندر او فاوندر لوحده معاه كو فاوندر او اثنين ممكن ان هم يحصلوا ايزو عادي ممكن تكون شركه فيها حتى لو 4000 موظف مثلا زي مصر سابقا في 4000 موظف بتاخد الايزو. فالموضوع ملوش علاقه بحجم الشركه ملوش علاقه كمان بعدد المنتجات اللي بتقدمها الشركه. يعني ممكن يكون بقدم منتج واحد او 100 منتج في النهايه انا ممكن احصل الايزو. ايه اللي بعدها بتحط طبعا محمد صديقنا يعني اتعرف عليه في الفقره في التعرف الحقيقي. في ثمان عناصر مهمة في الايزو. وانا بتخيل وانا يعني بشتغل على موضوع الايزو بالشركات الناشئة يا جماعة ويعني في حد من الجالسين مش عارف اسمه علاء سليمان يعني وانا بفكر في موضوع غير بقول اسمه يعني علاء يعني كنت بفكر في موضوع بصوت عالي معاه. فانا بشعر ان الشركة الناشئة محتاجة اصلا مكونات الايزو اللي هي تكون كاستمر فوكس. انا ربنا اصلا الايزو قائم على ثمان عناصر رئيسيين منهم الكاستمر فوكس. اصلا الشركه الناشئه او اصلا الريادي وهو بيفكر في الفكره اذا ما كانش كاستمر فوكس اذا ما كانش مدي للزبون او العميل او المشتري في بؤر تركيزه ان هو في الحقيقه هو عنده مشكله وهو بيصمم البيزنس موديل بتاعه عنده مشكله وهو بيختار او بيوصف المنتج اللي هيطلع بيه وهكذا. بالاضافه الى مثلا باقي العناصر انا عشان يبقى الحديث مثمر ومفيد يعني انا حابب تبصوا عليهم السته وتقولوا لي اعلق على اي واحده انا بعلق عليها ايه رايكم احسن يعني ممكن يكون عندي تعليق بالاكشن ممكن على ليدرشيب اهم العناصر اللي هي موضوع الموتيفيشن ليدرشيب اللي هي الموتيفيشن موضوع ان الناس اذا انت والله كو فاوندر لازم يكون عندك ليدرشيب انك تحفز الناس انها تشتغل لازم يكون عندك القدره كمان انك خلينا نقول تعمل قدام الناس يعني تمارس العمل. بمعنى في كثير فرق ما بين المدير والقائد. فالقائد بيقول لك والله تعالوا الساعه 6 المدير بيقول لك تعالوا الساعه 6 الصبح وبيجي الساعه 10. لكن انا كنت شغال في شركه في جزء من خبرتي يا جماعه كان مدير اسمه ديفيد هو يعني دول يعني دول كان الساعة 6 الصبح بيكون على المكتب 6 الصبح بيكون على المكتب فكان كنت انا اوصل الساعة 7 قلت ابراهيم انتوا المصريين مش هتتعلموا ابدا يعني انتوا المصريين هتفضلوا مكرس انا هو الساعة 7 يعني انا متخيل نفسي ان انا يعني ان انا مش عارف اقول لكم ان انا يعني منجز اقصى انجاز في حياتي هو كان بيوصل الساعة 6 هو الحقيقة بالنسبة لي ما كانش مدير كان قائد كنت بروح 7 وانا مكسوف. فهي تعبير الليدرشيب في الشركة الناشئة او الشركه عموما مش بس الناشئه ان هو يكون قائد ان هو بيموتيفيت الناس وان هو بيصنع قدامهم بينفذ قدامهم الكلام اللي هو بيدعيه او بيقوله يعني. ايه كمان من الحاجات اللي حابب بروسيس ابروتش وسيستم ابروتش يا سلام بروسيس ابروتش انا بتخيل لو في شركه ناشئه ما عندهاش بروسيس ابروتش انها مش فاهمه عندي عمليه فيها مدخلات ومخرجات وفي بعض البروسيجر انا والله بصنع كتب مسموعه مثلا فمدخلاتي عباره عن صوت ونص وحقوق ملكيه بتدخل في اجراءات بتتحول الى كتاب مسموع. هلا انا لو مش فاهم كده انا عندي مشكله اصلا. يعني انا اصلا ما استحقش ان انا اسس الشركه بعيدا عن الايزو. يعني انا في لحظه مش فاهم ان مخرجات المرض العمليه الاولى هي مدخلات العمليه الثانيه.
يعني فكرة إنه أنا مش فاهم إيش النو هاو لا شوي. مثلاً خليني أسميها النو هاو أو أسميها أنا هي اسمها بروسس إن أنا مثل ما سألت الدكتورة لينا بتعمل مكتوس فبجيب بيطلع عندها بدنجان ويطلع عندها زيت الزيتون ويطلع عندها كذا وكذا وكذا هاي مدخلات كذا فهمها وصفات المدخلات وصفات المنتج النهائي البروسس بتمشي ازاي؟ انت بتحط اللاكتوباس وانت بتموتها وانت بتحييها مثلا وانت خطر ان انا عندي سيلوموناس اريجينوزا يعني في عندها البروسس لازم تبقى فاهم البروسس. الفاكت بيز ديسيجن ميكينج يا سلام ممتاز. انا بضرب مثال فيها معبر جدا قصه ما علي انا والمهندس سليم فتحنا ستارت اب مثلا فبس انا بدا انه مهندس انا بيقول لي ما عليك خلص ما عليك اخذ هاي فكت بيز ديسيجن ميكينج يعني اخذ يعني معلش يا مهندس هاي هي مشكله الفكت بيز ان احنا مشكله ما عليك خلص توكل على الله ونزل بدا يا جماعه والله احنا كلنا مؤمنين يعني مش اصلا ما فيش غلط احنا مش راجعين بس في النهايه توكل على ليش بدك تحط بس زي ما خلص تمشي الموضوع طب يمشي ازاي طيب يعني فهمني يعني بس ايوه علاء بدي ادعم Fact based decision making في الستارتابس. ايوه. هي قراءة من السوق، يعني صحيح إن غالباً ناخذ قرار أو ناخذ اختيار صعب مش مبني على حقائق، بس أول iteration أو أول نخبة أكيد حنكتشف أشياء لازم تعدل على اللاحق. وبناء عليه؟ بناء عليه اتاخذ decision making بناء على facts أخذناها من السوق. وإيفيدنسز؟ نعم بس انا عندي سؤال هل هاي البرنسبلز تو ميجر ولا تو انفورس ولا تو تيست بوث تو بوث بوث تو دو اول يعني انا بالحقيقه انا لازم انا اكون واخد هيك اشياء في اعتبار انا بس يعني ما كانش فرصه اعرفكم شغلي يا جماعه انا اسست عدد من الشركات اغلبها كانت صناعيه وفيهم اثنين خلايا بوث خدمات لما اسسنا مصنعنا كان مصنع بينتج ديزل حي حد فيكم سمع عن ديزل حي والله ما سمعت عن ديزل حي بايو ديزل هذا انت تقول انا صديقي يعني مش مشكله حد فيك سمع عن ديزل حي ولا مره مهندس انت تعرفني انا متاكد كلهم بيعرفوا كلكم تعرفوا طب مين ما يعرفش مين ما يعرفش ديزل حي اسال سؤال حضرتك ما تعرفوش لا كلهم بيعرفوا واحنا بنأسس المصنع واحنا بنأسس المصنع كنا بنأسس بحيث ياخذ ايزو بحيث يبقى مغير للتصدير فبدينا الانفراستراكشر سالت في حدا ما بيعرفوش بعدين كملت بعد ديزل حيوي ديزل مستخرجه من اشياء حيويه ممكن نبات ممكن بيطلعوا ديزل بيشغلوا فيه الماسورات زيت زيت عام مستعمل وبعدين الالجي الفكره في الموضوع كانت في ان احنا كنا بنأسس المصنع بحيث انه يكون ايزو سيرتيفايد فاسسناه كانفراستراكشر كمداخل مدخل مختلف عن المخرج التهويه هو التهويه انا هنا حابب اضرب مثال بس للدكتوره لينا اذا تسمح لي الدكتوره لينا اسسوا مكانه لما جم ياخدوا الايزو اضطروا يصرفوا فلوس علشان يبقوا ايزو علشان يقدروا يحسنوا فرصتهم في السوق ومزايا السوقيه نعم يعني انا حكيت انه 10 سنوات صدقا كان واحد من الاسباب انه نو هاو ما كانت معروفه بالنسبه لنا 100% يعني احنا كمجموعه من مهندسات زراعيه وهي انا بدور فيها كثير الجامعه التعليم عندنا يركز على المعلومات فقط العلميه دون انه انا افكر كيف هذا الشخص يستفيد منها بكره وكيف بكره بده يستثمرها ويعمل منها بزنس فاحنا الان درسنا 4 سنوات انا بالنسبه لي كنت مخلصه ماستر يعني كنت مخلصه 7 سنوات في الجامعه ولا مره ولا كورس اخذته يحكي لي كيف ممكن انا اسس مشروع خاص لما جينا اخذنا فكره انه نأسس مشروع خاص ونعمل مشروع خاص قبل الامبريتك دكتور فكرناها شغله كثير بسيطه انه خلص نجيب هالاغراض ونشتريهم من السوق ونصنعهم ونبيعهم وبنزيد شوي على اللي تكلفنا ونربح وانتهت القصه اكتشفنا نحن عم نغرق ما عم نربح تمام لانه فعليا موضوع اداره الاعمال شيء مختلف تماما عن الشغل البيتي او الافكار البسيطه فكانت نقطه التحول عندي الامبريتك لانه الامبريتك اعطتني شويه بيسكس في المانجمنت بعد هيك اشتغلت على حالي اكثر افهم كيف انا ممكن انقل هاي الفكره من مجرد زي ما تفضلت حضرتك
من مجرد معمل صغير لتسوية لمعمل شوي ابتدائي لحد ما أنا قدرت أوصل فيها لأخذ الأيزو. هلأ هاي التحدي الكبير كان بالنسبة لنا إنه نحول هاي الفكرة من فكرة بسيطة لمشروع الآن قائم ومعه السيرتيفيكت ومعه الأيزو وشارك في معارض دولية وكندا وكندا كل شيء. النقطة اللي أنت وقفت عليها مهمة كثير. هلا الأيزو فيه رولز معينة، ما بيصير واحد ما يكونش كنترول بالبروسيس أو أي جزء منه. فمثلا لما يشتري المواد الخام في لها مواصفات بتكون مكتوبة والمفروض يكون في فحوصات أو إثبات إنه هاي المواصفات صحيحة. فبالتالي لنفترض إنه جت المادة الخام اشتريناها من المصنع وتبين إنه فيها عيب، المفروض إنها ما تختبر المادة اللي موجودة أصلاً عندنا اللي أخذناها المرة الماضية اللي ما كان فيها عيب. فبالتالي لازم يكون في فصل ما بين التنتين. فإذا كانت المخطط الأساسي للمصنع مش مهيئ لهذا الحديث، أوكي، ما في مساحة بسموها كوارنتينا، أوكي، بنعطيها شغلات on hold لحديث ما نقرر نستعملها ولا نرجعها ولا نعدلها ولا whatever مثلا، أوكي، قد تكون هاي مشكلة. فهذا اللي أنت حكيته هذا مثال. يعني انا هاي نفس كنت بكمل على الكلمه انه ازاي ان احنا كان في البدايه كان على ان يقول هل انت بتبني اصلا مصنعك بحيث يكون ايزو او بتبني مشروعك يكون ايزو. بس انا يمكن بنتحرك اغلبكم اي تي او اي سي تي ومشاريع سيرفيسز، يعني حاب اضرب امثله حتى بالسيرفيس. يعني في النهايه وانت بتصمم البزنس موديل بتاعك انت بتهيئ ان هو يكون جاهز للايزو، سواء ان انت كل شيء حريص انك تكتب سياسات. وبعدين يعني انا متخيل يعني اكبر انجاز البشريه عندها انجازات كثيره يعني ونكون خرجنا برا الايزو. يعني اكبر انجازات العرب يعني كلام يعني انا بتخيل ان احنا العرب صنعت الكلام. فالموضوع مش هيتعجز يعني في بس كان في زميلتكم كنت بساعدها في انها تعمل تكتب لجائزه شومان للابتكار. ففي الفاظ رايحه المفروض انت بتحكي اصلا بدون الكلام لازم تاخذ دوره في التعلم ازاي تكتب يعني تاليف. فرايحه تدور على دوره في التاليف يعني ما اعرفش حصلتها ايه يعني انا سبتها بتدور يعني بتاكل الدوره. لكن الفكره هتيجي عندك على الفكره في الموضوع ان انا لازم يكون عندي قدره ان انا انريت اوصف كل شيء. هي مهاره يمكن انا بعزز كلام المهندس سليم لما بيقول الواحد يلوم نفسه في وقت من الاوقات. ويمكن يا جماعه انتوا ما جاتش فرصه تعرف عليا بس انا كل الناس اقتربت موظفين بس انا اقتربت يعني صاحب مشروع او اللي بيقولوا عليها دلوقتي يعني انتربرنور او رياده. بس انا اقتربت في 2001 كان لسه ما فيش مفهوم الرياده ما كانش طالع يعني عشان يقولوا عليا ان انا اقتربت ريادي. لا انا اقتربت صاحب مشروع او صاحب المعمل الخاص بي. فانت في هذه المرحله انت محتاج انك دائما في اي واحد هو دائما بيوقف. هاي ملاحظة غريبة جدا، أنا بوصف لكم حالة الاضطراب يعني، أنت لما بتختلف بتلوم نفسك، طب والله لو واحد كان يتعسر في سيارة ويقول لك أنا ما أعرفش قوانين البلد، مع إنه هو ممكن يكون هو الغلطان، بس أنت تقول له ما أنا ما فهمش قوانين البلد، طب ما الإشارة الحمراء أقول لك وهي سماح للمشاة، بس أنت بتقول هو جايز هو صاحب بلد هو أدرى وهو أدق يعني. طيب نكمل الإيت برنسبلز يا جماعة، الثمان أشياء، قولوا لي كمان أعرضوكم على إيه منهم؟ كمل تمام بروسيس ابروتش اللي هو الانبوت والاوتبوت والبروسيجر. ان انا لازم اكون مدرك للمدخلات اللي عندي قديش ده للمغرب قديش ده للاذان حتى احول الكلام مثلا لجماعه الاي تي ايه المدخلات اللي عندكم مثلا 18 دقيقه ايه المدخل في النهايه ثلاثه اتفضل بالنسبه للمدخلات اللي هي نفس الحساسات اللي انت بتشتريها جميل. هلا بالنسبة للمدخلات الحساسات اللي انت بدك اياها للمشروع حسب مشروعك انت بدك تقيس درجة حرارة الغرفة الدور الأساسي اللي هو التمشن في يومي بدك تقيس إذا كان عندك حركة بروحية اللي هو الوجه بدك تقيس المسافة في درجة الرسوم بدك تقيس الغاز في حساس الغاز. هاي المدخلات وانت نفسك اللي بتحدد المسلم كيف بدك هاي الآلية تمشي يعني انا اقطعك آلية التصنيع يعني انت الانبوت عندك هو داتا داتا انتري ديفايسز عباره عن سنسورز بالضبط انا سنسور جميل. انا لما اسالك السؤال ده وانت ما تعرف تجاوب عليه ما تجيش تقول ان انا والله مش مساعد اديك فلوسي انت ابراهيم والله مش مساعد تدي فلوس انا ما عنديش فلوس يعني مستثمر يعني المستثمر مثلا ما بديش يديني فلوسي بس هو بيسالك سؤال بيفهم ان انت مش فاهم الانبوت مثلا
عندك مشكله انه هو يكمل معك في الكلام اصلا، يعني هو بالبدايه ما كان فاهم الكلام مثلا كمثلا كصاحب شركه ناشئه مثلا لازم تفهم كويس ايه الانبوت اللي عندك، ايه الاوتبوت اللي بيطلع عندك تشارت ولا داتا اناليسيس ريفيو بشكل عام، لانه كمستثمر اكيد هو بيطلع ريفيو وشو لا 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 انت الانبوت في جوه الستارت اب عندك ايه هو؟ كل مراحل التصنيع اسمها بروسيجر بالضبط هاي صحيح. يعني المدخلات بشكل عام اللي بدنا نحكي بدايه لما بلش اصنع المنتج اللي هي الماتيريالز المواد اللي انا بستخدمها اللي هي الرو ماتيريالز اللي بدنا نحكي بي سي بي سي بي اللي هي بتكون فاضيه بطبع عليها، بدنا نحكي البلاستيك اللي ممكن انا ادخله على الماكينه واعمل فيه انجكشن باكجينج يس هاي تعتبر باكجينج الاوتبوت الورنتي بالضبط البروجرامينج كل هاي البروسيس اللي هي اشترينا وصفنا البضاعة اشتريناها جبناها فحصناها دخلناها على المصنع انتجناها وطلعناها هاي التشارت اوكي السيستم دربنا الناس علمنا الناس حبينا الفورم الفلانية اوكي ونحن نجرب نتطلع على كل العناصر مش بس الماتيريال اللي تشتغل فيها سواء كانت بي سي بي ولا whatever بدك تطلع على العنصر البشري العنصر التمويلي العنصر المراجعة التحليل ونحن نجرب يعني كومبريهنسيف متكاملة. هلا انتم بالستارت ابس الجديدة مش بحاجة للايزو لان ما عادش مصاري مش وقتهم مش موظفين ومش تعقيد بس مفروض انها تكون عارفة انه بعد سنة او سنتين ممكن توصل للمرحلة اللي فعلا بحاجة لها تسستين انه ممكن خلطة واحدة لوحدة طيبة تخيل احتمال يخلل وما اخذناش الناحية الصحية في عين الاعتبار وتسمى واحد ما صار في عمره صار بزنس وستارت اب صار اند اب بطل ستارت اب صح؟ فيعني مهم الفرق تربحوا ولا ما تربحوا؟ بالستارت عشان هيك بحكي لك بالستارت يعني قديش بتربحوا؟ صدقا ما يعني هلا ما بقدر احكي لك يعني كنسبة الان تقريبا 25% ده نت بروفيت يس على حالي بحكي لك 10 سنين قضايا الضريبة بدنا نقول عايز 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 بدنا نقول عاي
ممتاز كثير. ما يكفي الاشي هاي؟ جميل. دكتور عبد الله اشكرك شكرا. مين؟ اتوقع ان الاغلبيه تبعكم بالترند تبعت الايزو او تبعت اي نوع من يعني تنظيم العمل بشكل عام. بس هو بكون السؤال انا جاي احاول الاقي له جواب سريع على موضوع الايزو. فعليا يعني كستارت اب بغض النظر ايش تعني المده اللي بتكون فيها الستارت اب، انت ستيل بتصير حالك انت ستارت اب. ايش اللحظه الفارقه اللي لازم تقرر فيها انك مش بس تهتدي بهدى مثلا البرنسبلز اللي حكينا عنه، انا فعليا بدي اقدم لشيء مور سيريس يعني امشي بالتوازن تبعتي اني احصل الايزو. زمان في عندي اولويات مختلفه، زمان في نقص اموال، زمان في عندي مشاكل، زمان في عندي اشياء يعني غامرتني. فشو هي البوينت اللي انا بصير عندي لازم اني انا امشي فيها؟ كيف هالشيء جواب واضح واضح هذا التصرف يعني صح؟ انا حابب المهندس يديني تعليقه. انا عندي تعليق طبعا، انا تعليقي الخاص بناء على المناقشات اللي بيني وبين علاء. والله شوفي الحاجه ام الاختراع صح؟ تمام معي؟ الحاجه ام الاختراع. هلا الايزو اللي بيفتح سجلات اوكي بدك تقيمي وقت الترتيب هذا الطلب والسيرفس. يعني اذا انت بتعملي خدمه انه هذه حسب ما يأس من اليوم بعثوا لي بوكينج دوت كوم. طبعا قالوا لي انت اتصلت مع وحده اسمها فلان الفلانيه.